3 كيلومترات هي مسافة هذا الشوط، وهي نقطة البداية لهذا التحدي ولانطلاق هذه الشعارات المميزة، شعارات أبناء القبائل بحثا عن الناموس، بحثا عن الفوز والانتصار مباشرة مع المركز الأول مع مقدمة الشوط. وهنالك على المركز الأول شقران سعيد بن محمد بن دلهم الهاجري على المركز الأول على مقدمة الشوط. أم هنا حملون على المركز الأول إبراهيم بن العبد بن تعيفيس الوهيبي على مقدمة الشوط على الانطلاق الأول والمركز الأول، بينما المركز الثاني ثاني التحديات الصياد ناجم بن علي بن راشد الغيلاني من يتقدم مع ثاني المراكز، بينما المركز الثالث الذيب عبد الرحمن بن ناصر بن محمد الحباب الهاجري يتقدم الآن على مستوى المركز الثالث. المركز الرابع رابع التحديات الأسماء المنطلقة، هنالك الواعي حمد بن صالح العذبة المري يتقدم مع المركز الرابع. المركز الخامس مشاهدينا متابعينا الكرام الأسماء المنطلقة، هنالك من الجانب الأيمن وصول وانطلاق في هذه اللحظات من الناوي فارس بن سهيل اليبهوني الظاهري من يقدم لنا الناوي على المركز الخامس. هذه النتيجة للخمسة الأسماء المتقدمة التي تأتي معنا على مسار وتحدي هذا الشوط. نعود مع البداية، نعود مع مقدمة الشوط والمركز الأول حملون إبراهيم بن العبد بن تعيفيس الوهيبي على المركز الأول على صدارة هذا الشوط على المقدمة، يبحث عن الفوز، يبحث عن الناموس المميز، بينما المركز الثاني ثاني التحديات الصياد ناجم بن علي بن راشد الغيلاني على المركز الثاني وثالث المراكز. المركز الثالث يتقدم الآن الواعي حمد بن صالح العذبة المري على المركز الثالث، ورابع المراكز يتواجد الذيب عبد الرحمن بن ناصر بن محمد الحباب الهاجري، المركز الخامس الناوي فارس بن سهيل اليبهوني الظاهري بدأ يتقدم، وأيضا هنا وصول وانطلاق حشيم منصور بن ناصر بن علي بن سرور الخيلي بدأ يتقدم، بدأ ينطلق هذا الشعار المميز والشعارات القادمة الباحث عن الفوز والانتصار. لكن نعود مع المركز الأول، نعود مع مقدمة الشوط هملول على المركز الأول إبراهيم بن العبد بن دعيفيس الوهيبي الكيلو الأخير الكيلو الخطير، هملول على المركز الأول، هملول على صدارة الشوط. شاهين يتقدم مع ثاني التحديات، مهنا بن سعيد بن حميد الجحافي يتقدم الآن ينطلق على المركز الثاني. المركز الثالث وصل الآن ميهاب حمود بن حميد بن محمد الجديلي قادم مع المركز الثالث. المركز الرابع رابع التحديات الأسماء المنطلقة، وصل الآن وانطلق المختبر مسلم بن حمد بن متعب بن محمد العامري، لكن أعود مع مقدمة الشوط وشاهين مهنا بن سعيد بن حميد الجحافي على المركز الأول، ولكن هنا الله يا شاهين انطلق شاهين مهنا بن سعيد بن حميد الجحافي المركز الثاني، المختبر مع المركز الثاني مسلم بن حمد العامري مع ثاني التحديات، وثالثا وصل مايهاب حمود بن حميد الجديري، ولكن مقدمة الشوط شاهين على المركز الأول مهنا بن سعيد بن حميد الجحافي. الناموس ينتظر ولكن المختبر قادم، المختبر مع المركز الثاني. الله الله اللحظات الأخيرة اللحظات الخطيرة، شاهين والمختبر، المختبر وشاهين وخط النهاية، لكن شاهين حتى هذه اللحظات تهانينا والناموس لمالك شاهين مهنا بن سعيد بن حميد الجحافي، وسلام يا السلطنة سلام على هذا الفوز والانتصار. المركز الثاني وصل مع ثاني المراكز مشاهدينا ومتابعينا الكرام، المختبر مسلم بن حمد بن متعب بن محمد العامري المركز الثالث، ثالث المراكز وصل مشاهدينا ومتابعينا الاعزاء مايهاب حمود بن حميد بن محمد الجديري، بينما المركز الرابع وصل مشعل علي بن سالم الدرعي، بينما المركز الخامس شاهين ناصر بن عوضي بن يحيى المنهالي. هكذا مشاهدينا ومتابعينا الكرام انتهت مباريات وتحديات هذا الشوط، تهانينا والناموس لمالك شاهين مهنا بن سعيد بن حميد الجحافي. 4 دقائق
أربع دقائق 28 ثانية، ثلاثة أجزاء من الثانية. تهاني وناموس لأبناء السلطنة، سلام لأبناء المصرعة على هذا الفوز والانتصار. المركز الثاني المختبر أربع دقائق 28 ثانية، خمسة أجزاء من الثانية، مسلم بن حمد بن متعب بن محمد العامري وثالث المراكز. أربع دقائق 31 ثانية، خمسة أجزاء من الثانية، هو توقيت ماي هاب حمود بن حميد بن محمد الجديري. تهانينا وناموس لجميع الفائزين.